أربع كلمات يحبها رب الأرض والسماوات، كرروها. أخبرنا عنها من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند: أحب الكلام إلى الله، إذن الله يحبه، أربعا: لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قلوها الآن ثم انشروها هذا المقطع، فلا تدري كل من قالها قيدت في صحيفة أعمالك أنك أعنت على هذا الخير ونشرته. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المقطع حجابا لي ولكم ولكل من نشره، حجابا له من النار.